الوحدة الثالثة: علم المنطق، تمهيد في دراسة المنطق وأقسامه: المنطق الصوري، المنطق الاستقرائي، الاستدلال الرياضي. المنطق الرياضي، المنطق المتعالي، المنطق الجدلي. تمهيد: لكل علم من العلوم المختلفة موضوع خاص يقوم بدراسته بقصد الوقوف على القوانين التي تحكم هذا الموضوع. فمثلاً، موضوع علم الفلك هو الأجرام السماوية، وموضوع علم الجيولوجيا هو القشرة الأرضية وطبقاتها. وإذا تساءلنا عن موضوع علم المنطق، فمن الواضح أن الإجابة ستكون في الحال: موضوع علم المنطق هو التفكير البشري، فالإنسان دائم التفكير، وهذه الخاصية تميزه عن بقية الموجودات الأخرى، ولكن الإنسان عرضة للوقوع في الخطأ في أثناء تفكيره بسبب عوامل مختلفة. ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى قيام علم يدرس التفكير البشري، الخاطئ منه والصحيح، ثم يضع لنا في النهاية مجموعة من القواعد والقوانين التي تحكم عملية التفكير، بحيث إذا التزم بها المرء جاء تفكيره سليما خاليا من الخطأ. ومن هنا اهتم فلاسفة اليونان قديما، ومن بعدهم فلاسفة الإسلام، بدراسة ماهيات الأشياء ومدلولات الأسماء عليها، وعلاقات الألفاظ بعضها ببعض، وأسس الاستدلال، بقصد وضع قوانين التفكير كمعيار يقاس عليه صواب التفكير وخطأه. ولما كان العقل عرضة للزلل، احتاجت العقول الناشئة إلى الإرشاد والتوجيه حتى يصل الإنسان إلى تمام نضجه العقلي. أرسطو مؤسس علم المنطق الصوري. يعتبر أرسطو أول من وضع المنطق بالصورة التي عرف بها في التفكير البشري فيما بعد، حتى لا يقال عنه في كثير من الأحيان المنطق الأرسطي أو المنطق الصوري، نسبة إلى اهتمامه بالصورة دون المادة، باعتبار أن معيار الصحة فيه هو الاتساق الذاتي. برغم الاعتراف بالجهود التي بذلها المفكرون قبل أرسطو في ميدان الدراسات المنطقية وإسهاماتهم المختلفة المتنوعة، ولو بشكل متناثر في هذا الميدان، فإن أرسطو هو أول من وضع المنطق الصوري علماً مستقلاً قائماً بذاته في مجموعة الأبحاث التي أطلق عليها فيما بعد اسم الأورغانون، أي الآلة والأداة، وقسمه قسمين كبيرين على النحو التالي: القسم الأول يشتمل على 3 كتب، هي ألف المقولات، باء العبارة، جيم التحليلات الأولى، وهي تدرس على التوالي الحدود والقضايا والأقيسة، وهي تقابل في تصنيف المناطق العرب مبحث التصورات الذي يدرس الألفاظ والحدود، ثم مبحث التصديقات الذي يدرس القضايا، وأخيراً مبحث الاستدلال الذي يدرس أنواع الأقيسة. القسم الثاني يشتمل أيضاً على 3 كتب، هي ألف التحليلات الثانية، باء الجدل، جيم الأغاليط، وهي تبدأ من حيث ينتهي الأول، ففي نهاية القسم الأول من التحليلات الأولى كنا ندرس الأقيسة، لكن هذه الأقيسة يمكن أن تكون براهيناً صادرة عن مبادئ كلية يقينية، وهذا هو موضوع التحليلات الثانية، أو تكون أقيسة مؤلفة من مقدمات ظنية أو مشهورة، وتلك هي الأقيسة الجدلية، أو أن تكون المقدمات في القياس كاذبة، وتلك هي السفسطيقة أو الأغاليط المنطقية في نظر أرسطو. الأسئلة: السؤال الأول، أرسطو مؤسس علم المنطق الصوري، ناقش ذلك موضحا أقسام المنطق عنده. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات الآتية: ألف صاغ أرسطو المنطق علما مستقلا في مجموعة أبحاث أطلق عليها اسم الأورغانون، باء أنواع الأقيسة هي موضوع دراسة التحليلات الثانية، جيم السفسطيقة هي الأقيسة المؤلفة من مقدمات ظنية أو مشهورة.